رد على السؤال بتاعي. الآن المعممين عندكم أجازوا للسيدة نرجس التمتع ولو لنصف ساعة. أثناء التمتع هل يجوز للرجل أن يلتقم ثدي المرأة؟ تفضل. هو في المتعة أجازوا التمتع، لكن في حالة أزواج المعصومين لا يجوز، لأنها زوجة معصوم ولا يعني يا لا يجوز تستطيع. لها التمتع ولكن لا يجوز لها الزواج الدائم؟ لا تستطيع أن تتزوج. أنا دلوقتي معلش أسألك سؤال، دلوقتي زوجها اللي هو الإمام مات، فهل يجوز لها التزوج الزواج الدائم؟ لا يجوز. مين اللي قال؟ هات لي دليل يلا. أعطيك دليل؟ اديني دليل اتفضل. بس ما تقطع. اديني دليل اتفضل. أوكي، أعطيك دليل. بنفسي طريقتك الدائمة اللي ما يمشيش معاك يمشي معاك. أعطيني أنت دليل بأنه واحدة من زوجات يا باشا ما المعصومين فيش حاجة تزوج. اسمها أنا دلوقتي زوجتي بعد ما أنا مت ما رضيتش تتجوز عليا. خلاص، هل معنى ذلك أنه لا يجوز الزواج منها؟ كلهم يا عم، إيه المشكلة؟ إذا كلهم فعلوا نفس الشيء يا عم فذلك أنا عايز الزوج دليل، الأول. عايز دليل. قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، زي بالظبط كده، زي أدلة. السؤال بس سؤال، أليس هناك دليل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن من بعده؟ نعم صح، هناك دليل وفي القرآن صح. الكريم صح 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 طيب صح. جميل قوي، احنا بقى عايزين دليل صغير كده من إمام صغنطوط كده ولا حاجة، زي الإمام مثلا جواد كده، واخد لي بالك، إمام شاب لسه صغير ولا حاجة، قال لك يا مراتي ما تتجوزيش من بعدي، أو لكي آية أكون قرآنية ولا منصف. حاجة. عندك دليل ولا ما عندك دليل؟ سؤال، عندك دليل ولا ما عندك دليل؟ لكي أكون منصفا معك، ليس عندي دليل أنه في رواية أو حديث. خلاص، يبقى جاز لها الزواج، ما في شيء يحرم عليها، كون بقى أنها مش عايزة تتجوز بعد الإمام بتاعك ودي حاجة تانية. خلاص، يبقى إذا جاز لها الزواج ولا لم يجوز لها الزواج؟ أصل أنت لو قلت لي لم يجوز لها الزواج يبقى المفروض بدليل. فأنا أعيد عليك السؤال تاني، هل جاز لها الزواج أم لا؟ هو بطريقة حديثك إذا أنا ما أسيبك من لم طريقة تكن حديثي، هناك أنا رواية. بسألك على مادة شرعية. دين، عشرة إحنا ثواني بنتكلم في دين. عشرة ثواني الآن عشرة ثواني عشرة ثواني عشرة هتجاوب ولا إذا أخلي لم محمد يزحلقك؟ أنا جايب محمد ده للزحلقة. أوكي تفضل تفضل. ها عندك دليل؟ ما قلت لك ما عندي دليل. خلاص، لا يبقى رواية إذا ولا جاز حديث. لها الزواج، إذا جاز لها الزواج. إذا لم يكن هناك رواية أو حديث جاز لها الزواج، لكن حلو قوي، الدليل إذا جاز لها أكثر الزواج من الدائم. اسمعني بس، جاز لها الزواج الدائم. جاز، حلو قوي. طب وزواج لكنهم لم المتعة؟ يتجوزوا. طب وزواج المتعة؟ جاز لكنهم لم يتمتعوا. يا عم انا ما قلتلكش اتمتعوا، وانت انا قلت لك اتمتعوا. وبعدين يعني انا عايز اسال سؤال، انت مستحي ليه؟ يعني مستحي ليه؟ مش مستحي يا اخي. طب اشمعنى ليه؟ طب انا دلوقتي واحده مثلا تزوجت، تقول لي هو الزواج بس هي ما اتجوزتش، هو الزواج عيب ولا حرام؟ طيب نفصلها. سؤال، هو الزواج عيب ولا حرام؟ مش عيب ومش حرام. أليست المتعة دي ديني ودين آبائي؟ أيوة بس أفصلها لك. إيه يا حاج؟ إيه يا حاج؟ يا حاج؟ حفصلها. أعطيني 10 ثواني حفصلها. طب لو ما فصلتهاش حفصل عليك. أوكي. يلا. جاز لهم التمتع وجاز لهم الزواج بعد موت المعصومين، لكنهم لم يتجوزوا. فصلتها هيك ولا لا؟ جميل قوي، هم لم يتزوجوا لكن اذا جاز لهم. جاز لهم حلو طبعا قوي. طيب دلوقتي واحد ماشي في الطريق
فعجبته السيدة نرجس ونرجس وهو عجب السيدة نرجس وقالت له اتجوزني متعة. الطريقة دي صحيحة عندكم ولا لأ؟ لا حول ولا قوة. نعم صحيح. أي والله أكبر عليك. طيب خلاص يبقى احنا خلصنا من جزء كبير. بعد ما حضرته دخل يتمتع هل يجوز لها أن يلتقم صدرها أم لا؟ يا أخي جاز، قلت لك جاز. خلاص بس الحمد لله. وجايين تتكلموا في إرضاع الكبير، يا عم ارحمونا الله يكرمكم. شكرا ليك، مش عاوز زحلقه يا محمد. اقفل عليه يا محمد عشان كلمة زحلقه بتتعبه.